خلينا يعني نسمع اكتر عن الجهود اللي بتتم في مساله ضبط الاسواق وضبط الاسعار. معانا على التليفون استاذ محمود عبد الرادي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخير عليك يا فندم، ولو تقول لنا التنسيق اللي بيتم بين الاجهزه الامنيه في القطاعات المختلفه في مساله بقى ضبط محتكري السلع وكمان التجار اللي بيتلاعبوا بالاسعار. طبعا خير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يعني منذ يعني ظهور الازمه وبعد الناس تشتكي من ارتفاع الاسعار، بدات الاجهزه الرقابيه في وزاره الداخليه بشن حملات مكبره بالتنسيق مع مديريات الامن المختلفه على مستوى الجمهوريه، ووجهت حملات مكبره. الحملات دي بتستهدف الاشخاص اللي بيتلعبوا بالاسعار، وبتستهدف كمان الاشخاص اللي بيحتكروا السلع. عايز اقول لحضرتك ان اخر حمله تم يعني شنها منذ اسبوعات يعني قدرت انها تضبط سلع، عايز اقول لك رقم مخيف، 1097 طن احتكرها التجار. هذه السلع معظمها سلع مرتبطه بالدقيق ومنتجات زي المكرونه ومواد غذائيه اخرى. 18 قضيه تم تحريرها لهؤلاء التجار. كمان الاجهزه، معلش يا فندم لو تقول لي السلع اللي بتضبط دي بيحصل فيها ايه؟ يعني السلع دي بيتم مصادرتها، بيتم بتكون تحت تصرف جهات التحقيق، جهات التحقيق بعد ذلك يعني بتسلمها للجهات المعنيه لتتصرف فيها كيفما تشاء. غالبا بيتم طرحها في بعض المنافذ بشكل مدعم للمواطنين، وبشكل يعني لسه بقول لحضرتك ان على التوازي الحملات اللي بتقوم بها الاجهزه الرقابيه كمان في تضع الحلول، مش بتواجه كمان المحتكرين والاشخاص اللي بيرفعوا السلع بس، ولكن ايضا بتضع حلول من خلال اقامه بعض المعارض، من خلال منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه اللي بتعرض بعض المنتجات الغذائيه للمواطنين بنسب تخفيض بتصل الى 40%، بتوفر كميات كبيره للمنتجات الغذائيه. هذه المنتجات متوفره على مدار ال 24 ساعه. كمان بتحرك بعض السيارات اللي بتجوب القرى والنجوع لعرض هذه المنتجات، خاصه ان احنا داخلين على رمضان. كمان وزاره الداخليه بتقدم بعض المساعدات العينيه للبسطاء من المواطنين والاسر الاولى بالرعايه في المجال بالكامل، في طار يعني دورها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبه. كمان وشرطه التموين في وزاره الداخليه بتهيب بالمواطنين ان اي حد يعرف اي تاجر بيحتكر سلع غذائيه بهدف تعطيش السوق ورفع اسعارها انه يبلغ شرطه التموين عن هذه الممارسات الغير مشروعه لسرعه ضبط هذا الشخص واتخاذ الاجراءات اللازمه. طيب هل سواء بيحتكر او مغلي سلع؟ بالفعل يا فندم بيتم مواجهه الاثنين، التلاعب في الاسعار واحتكار السلع الغذائيه. وحضرتك عارف ان بيتم اتخاذ اجراءات صارمه في هذا الامر، وبيتم اتخاذ اجراءات قانونيه قد تصل بهذا التاجر للحبس لمده سنه، وهناك عقوبات غرامات قد تصل الى 1,000,000 جنيه على محتكري هذه السلع الغذائيه، خاصه اذا كانت سلع استراتيجيه. نتكلم عن المكرونه، عن الارز، عن الزيت، عن السمنه، عن الدقيق، السلع الاساسيه التي لا غنى عنها. ايوه يا فندم، ابلغ عن التاجر ده ازاي؟ هل في خط ساخن ولا انا بتوجه لاحد اقسام وزاره الداخليه لو انا شفت ان هو بيغلي الاسعار او مثلا مخزن سلع ما؟ الابلاغ بيكون حضرتك عن طريقين، اولا عن الابلاغ مباشره تتوجه الى اقرب قسم شرطه او شرطه تموين في مديريه الامن اللي انا تابع ليها، او عن طريق الدخول على الانترنت على موقع وزاره الداخليه وعلى شرطه التموين من خلال بوابه وزاره الداخليه وتسجيل شكوى، ومن ثم بيتم التحرك الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال هذا الشخص. وده بيكون بالتوازي مع الحملات اللي بتشنها وزاره الداخليه على مدار ال 24 ساعه، يعني زي ما بقول لحضرتك لسه من شويه كان في ضبطيه كبيره، حاليا وانا بتكلم مع حضرتك في حملات مكبره، الحملات لا تهدأ حتى يتم يعني اعاده ضبط الاسعار، حتى يتم استقرار طرح كل الكميات الموجوده، كمان بينشدوا الناس بثقافه عدم تخزين المواد الغذائيه، للاسف في بعض الاشخاص يلجأوا الى ثقافه خاطئه بتخزين هذه المواد بكثره، ومن ثم ده بيضر في الاسعار وبيؤدي الى ارتفاع الاسعار اكثر من ذلك. صحيح. استاذ محمود عبد الرادي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.